بعد الدراسة والتحقيق في النتائج المدونة في المحاضر لا سيما محاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحاضر الفرز وبعد تصحيح الأخطاء المادية ونظرا لعدم تلق تلقي أي طعن ضبط المجلس الدستوري نتائج انتخاب رئيس الجمهورية كما يلي أولا النتائج النهائية للاقتراع على مستوى التراب الوطني الناخبون

النهائيه العامه للاقتراع بما فيها المواطنون المقيمون في الخارج الناخبون المسجلون 24 مليون 464 و 161 الناخبون المصوتون 9 ملايين و 755 الف و 340 نسبة المشاركة 39.88% الأصوات الملغاة مليون و 244 الف و 925 الأصوات المعبر عنها 8 ملايين وخمس مئة وعشرة وربعمئة أما الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح فإنها جاءت مرتبة ترتيبا تنازليا كما يلي: السيد تبون عبد المجيد 4 وتسعمئة وسبعة 947 ألف وخمسمئة وثلاثة بنسبة ثمانية وخمسين فاصل السيد بن قرينة عبد القادر مليون وربعمئة وسبعة وسبعين ألف وثمانية وستة وثلاثين

اعتبارا انه وفقا للفقره الثانيه بالماده 85 من الدستور يتم الفوز في الانتخابات لرئاسه الجمهوريه بالحصول على اغلبيه مطلقه من اصوات الناخبين المعبر عنها. واعتبارا ان المترشح عبد المجيد تبون قد تحصل على الاغلبيه المطلقه من الاصوات المعبر عنها. وبالنتيجه يعلن المجلس الدستوري السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويباشر مهمته فور أدائه اليمين تبقى للمدة 89 من الدستور